فضلتك مع حكم الحفاف، الحفاف طبعا اللي هو إزالة الشعر الزائد من الوجه، حكم نعم. ده إيه؟ طيب، الحفاف وهو إزالة الشعر، إذا كان هذا الشعر يؤذي المرأة، يعني إيه؟ يعني بيجعل شكلها منفر، تتأذى نفسيا من وجود هذا الشعر، إذا ما أزالته حتى تخرج من هذا الأذى فلا مانع، ولكن إذا أزالته بحيث تغير خلق الله سبحانه وتعالى وتغير الشكل بغير ضرورة إلى ذلك ولا حاجة، يبقى في هذه الحالة ننصح ولا لا، يعني تخففي من هذا الأمر، أنت ما فيش مانع نظفي بالقدر الواجب للنظافة، ولكن لا يعني إيه لا تتزيدي في هذا الأمر.